لو انا طلبت منكم ترتجلوا مشهد كده على الهوا، ايه ممكن ندبسكم هذه التدبيسه؟ نعمل حاجه كده. ايه يا فنان يا نجم؟ طيب ماشي ماشي، يلا اعد. تعمل ايه؟ اعمل اكشن. هقول لك، بس انا بس بابا بابا ايه، انا خلاص انا لقيت المهنه اللي انا هكمل فيها بقيت حياتي، ولقيت نفسي فيها خلاص. ما شاء الله الحمد لله. ايه هتشتغل ايه؟ انا قررت ابقى يوتيوبر. يوتيوبر؟ واليوتيوبر ده بيتخرج من انهي كليه؟ لا ده ما بيتخرجش من كليه، ده بيقعد له على النت. ايوه يعني اما تروح تخطب وانا اجي معاك وبابا العروس هيقول لك بتشتغل ايه، تقول له بشتغل فين؟ هقول له يوتيوبر. ايوه يعني ايه بتشتغل فين؟ مكان شغلك ايه؟ لا يعني احنا دلوقتي انا هنبقى قاعدين على النت. يعني شغلتك على النت؟ يعني العروسه تنزل تشتغل وانت قاعد في البيت على النت؟ لا العروسه مش هتشتغل، العروسه تقعد جنبي على النت برضه. ما شاء الله ما شاء الله. ومين يطبخ؟ مين يحضر الاكل؟ مين يخلف؟ مين يرضع الولاد؟ لا 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 كل ده شكليات شكليات. بص يا بابا اليوتيوبر ده بينزل كام فيديو كده على اليوتيوب، وبعدين بياخد الفيديوهات دي يحطها على التيك توك يتشهر، يبقى عنده كده مثلا ايه 3 4 مليون فولورز، تمام؟ يتشهر ويجيبوه يمثل بقى. شفت بقى الذكاء؟ خلونا امثل. طب وليه اللفه الطويله العريضه دي كلها؟ ما تخش معهد التمثيل من الاول وخلاص. تاني يوتيوبر قد الدنيا. اصل خريج معهد تمثيل. انا خريج فنون مسرحيه بس اغلب الوقت قاعد في البيت قاعد على اليوتيوب. انا اصلا يوتيوبر. يعني هو جمع بين كل حاجه الحمد لله، وابن الوز عوام. ونورتنا يا استاذ سامي، واحنا سعداء ان اول يوم في شكل جديد للبرنامج تكون حضرتك ضيفنا، نجم كبير جدا زي حضرتك. كلنا حافظين افاتك وتعبيراتك، وانا كمان بحبك. شكرا شكرا لحضرتك. ونجم صاعد كريم رب. هو صديقي صراحه. ربنا يخليك يا رب. وانا بحب، انا من الفولورز، انا من لا ده انا الفولورز. انا من الفولورز. واحده من الأربعة مليون. يا رب. قال لك عندها أربعة مليون فولورز مش جنيه. نورتنا يا كريم.